السلام عليكم، مرحبا باخوان متابعي مدونة محترف الاعلاميات. اليوم في موضوع جديد، كيفاش تربح من موقع ادفلاي اختصار روابط. طريقة بسيطة وسهلة وما كتحتاج انك تعذب راسك، فقط كتسجل. غادي نعطيكم الرابط الموجود اسفل الفيديو، غادي تسجل ان شاء الله بطريقة بسيطة. غادي نوريكم في الاخر كيفاش انك تسجل، فغادي نحاولوا نشرحوا معكم يعني هذا الموقع كيفاش تقدر تربح فيه. فانا كنحاول نشرح المسائل البسيطه والمسائل الكبيره، لان هناك مبتدئين ما كيعرفوش، ما كنحاولش نختصر انا في الشرح، ده ضروري كنشرح حتى التفاصيل الصغيره. فاخوان مثلا هنايا غادي هذا الموقع اي بيكلي، وغادي نجيبوا النسخ وغادي نديروا هنايا، عفوا ندير مره اخرى، غادي نديروا هنايا وندير اختصار روابط. ها هو عطاني الرابط، هذا الرابط هو مختصر، هذا الرابط ندير له نسخ، يمكن لك تحطه في فيسبوك، في اليوتيوب، في عندك مدونة، عندك موقع، عندك واتساب، عندك اي حاجة، فتصيفط هذا الرابط للناس اللي كتعرفهم. مثلا هذا الرابط فيه برنامج، فيه موقع، فيه تطبيق، فيه العاب، فيه اي حاجة، فهذا الرابط تعطيه للاشخاص. فمني غادي يدخلوا ايمتو غادي يدخلوا وغادي يكليكيو على تخطي الاعلان، فانت غادي تربح الفلوس. فغادي تربح الفلوس على حسب عدد المشاهدات، وعلى حسب عدد الدول، وعلى حسب، لان كاين الدول دابا اللي كتعطيك ارباح اكبر، مثل السعوديه، مثل الدول مثلا مثل فرنسا، اسبانيا، مثل امريكا، يعني كل يعني هذه الدول. احنا عندنا العرب كيكون يعني الارباح قليله، ولكن عندنا الا السعوديه اللي فيها شويه الارباح مرتفعه. فحاولوا تبازيو يعني بزاف على الدول، ولكن ماشي مشكل. انا تقريبا كنخدم غير مع العرب، وكما كتشوفوا معايا الارباح عندي هنايا تقريبا 1164 دولار مجموع الارباح. فالموقع انا كنخدم فيه موثوق، شركه معروفه، شركه عندها سنين وسنين وسنين، يعني شركه معروفه، شحال هذه معروفه، الناس اللي كيعرفوها راهم عارفين. فما تمشيش عند شي شركه تجيك جديده مثلا ديال اختصار روابط وتغريك بواحد المبلغ، تقول لك راه غادي نعطيك انا قد 1000 مشاهده، مثلا 1000 مشاهده نعطيك 8 دولار ولا 10 دولار، فلا ما تمشيش. لان دابا هاد الشركات ربما بالتالي كيحبسوا، بالتالي ربما كيوقع لهم مشكل، بالتالي كيقدر يبلعوا، يعني كاين اسباب. فحاول تمشي عند الشركه اللي قديمه والشركه اللي عندها مصداقيه، وما يهمكش شحال تربح، ما يهمكش المعدل ديال الارباح. فخصك تشوف الشركه اللي غادي تطول معاها، ماشي الربح في الشركه اللي غادي تضرب معاها شهر ولا شهرين ولا عام، وفي التالي تبلع لك كلشي، في التالي تخسر. لان ملي كتبلع لك كلشي هي كتخلي الارباح ديالها، يعني الروابط راهم خدامين كتربح، وانت راه ما كتشد والو، فهمت كيفاش؟ لان دابا الا خدمتي عام راه هذيك الخدمه ديال عام كتبان على 3 سنين 4 سنين، كتبقى تعطيك الارباح، ماشي كتعطيك داك العام. باش نكونوا واضحين، مثلا الا خدمت انا هذا الشهر ولا شهرين، فالارباح ماشي غادي نشوفها في داك الشهر ولا شهرين، غادي نشوفها من بعد. يعني كتجيك الارباح، ولكن اكثر يدي ما كيبقى خدام عليك. مثلا انا نشرت واحد الرابط في اليوتيوب، مثلا في اليوتيوب في شي قناه ولا مثلا شي حاجه، فراه دائما كيدخلوا له داك الرابط، دائما كيجي واحد جوج في النهار، ثلاثه في النهار كيدخلوا لذاك الرابط، وبذلك دائما كتربح. فحاول انك تشوف الشركه اللي صادقه، واخا ما تعطيكش الارباح، يعني ما تعطيكش، يعني ربما منقصه واحد الدولار ولا جوج دولار في 1000 مشاهده، ماشي مشكل، ما كيهمش. المهم خصك تشوف الشركه اللي عندها مصداقيه باش تستمر. هذا هو المشكل اللي كيواجهه بزاف ديال الناس. فالاخوان خصكم تشوفوا الشركه اللي عندها واحد المصداقيه كبيره، فهاد الشركه هي مضمونه 100%، وشركه عالميه ومعروفه، وعندها يعني ما تقول فهاد الشيء ديال الربح من الانترنت، لان كاين بزاف ديال الطرق باش تربح من الانترنت. فانا تقريبا كنربح غير من اختصار روابط، ما كنستعمل، عندهم طرق اخرى باش تربح، ولكن انا كنستعمل اختصار روابط، لان عندي تقريبا ساهل، يعني تفتح غير قناه ديال الالعاب، تفتح قناه ديال الالعاب ولا ديال التطبيقات في اليوتيوب، وتبدا تنزل لهم الالعاب، تبدا تنزل التطبيقات، ودير اختصار روابط. فالناس راه كتموت، خصوصا الا درت شي درس ديال مثلا شي لعبه مثلا يعني مشهوره، شي لعبه فيها شي يعني قليله، بحال يعني ما بغيتش ندخل لكم في التفاصيل، ولكن واخا هادشي شويه مخالف لليوتيوب، بحال تقدر دير انت كاع بعد على اليوتيوب. حنا نمشيو على السياسه، لان انا كنخاف بطبيعه الحال غادي نخاف على القناه ديالي باش ما تبلاش. فتقدر مثلا دير مثلا مدونه الكترونيه،
ودير فيها دير فيها التطبيقات المهكرة والألعاب المهكرة. فهذه التطبيقات المهكرة والألعاب المهكرة عليها واحد الطلب كبير، يعني غير دير كتجيك آلاف وآلاف المشاهدات. فأنا يعني كنعطيكم فدير واحد، ولكن ما تحاولش دير ادسنس، دير الحساب ديالك ادسنس ولا، لان الناس اللي راك خطر عليهم اللي كيديروا حساب ديال ادسنس يقدر يسبب لك الحساب ديال ادسنس. هذو من الناس اللي كيربحوا من ادسنس. انت دير غير مدونه عاديه ودير مواضيع ويعني استهدف غير اختصار روابط باش تربح من اختصار روابط. يعني الفكره غادي توصل لكم وغادي تفهموها جيد يعني بشكل كبير. فالاخوان تقدر تربح بطبيعه الحال بطريقه سهله وبسيطه، وما كاينش يعني غادي تحتاج شي تجربه ولا شي تعقيدات كبيره. خصك غير تخدم، الا كانت عندك الاراده راك غادي تخدم، ما كانش عندك راك ما غاديش تخدم. بطبيعه الحال الربح من الانترنت كيحتاج شويه ديال الوقت، ماشي في البلاصه غادي تربح، ماشي في 5 ايام، ماشي في الشهر، ماشي في شهرين. ضروري اخي العزيز خصك تواصل وتواصل باش تربح. فإلا ربحتي مثلا غير في الشهر من بديت تخدم، ولا ربحتي مثلا غير دولار واحد، فعرف راسك بلي راك غادي في الطريق الصحيح. لان يعني باش تربح دولار واحد راه ماشي ساهله، فهمت كيفاش؟ لان ملي كتبدي عاد كتبدي تجيك الارباح، ماشي يعني انا دابا تقريبا الارباح ديالي راه ما كانتش تجيني في الاول، حتى بقيت نخدم ونخدم 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 عاد بدات تجيني الارباح. نقدر دابا كما كتشوفوني ما كنخدمش تقريبا في هذا اختصار روابط قليل، في الا درت شي فيديو شي اختصار روابط قليل تقريبا في شهر ولا في سيمانه ولا جوج سيمانات في الا درت شي اختصار شي رابط وكنشرو، ما كنخدمش تقريبا كاع. ولكن الارباح كتجيني يعني تقريبا شحال هذه، يعني كانت عندي واحد المدونه وكنت ندير فيها يعني البرامج والتطبيقات، وكذلك عندي في القناه ديال اليوتيوب هذه اللي كنستعملها دابا في المدونه ديالي، كندير تقريبا ملي كيكون شي شرح على شي برنامج ولا شي تطبيق كندير اختصار ديال الروابط هذه، وكندير غير البرامج والتطبيقات، لان المواقع اغلبيه ما كنديرش المواقع يعني مباشره. فاخوان هنا نقدروا نكونوا وضحنا لكم الفكره باش تربح من هذا الموقع ادفلاي. فبالنسبه للتسجيل، تسجيل الدخول فهو بسيط جدا، فغادي نحاولوا ندخلوا ونوريكم طريقه التسجيل. غادي ندخلوا نوريكم طريقه التسجيل، غادي نشرح لكم طريقه التسجيل بشكل بسيط باش ما نطولش عليكم بزاف في الفيديو. كما كتشوفوا ها هو، غادي تلقى غادي تدخلوا الرابط الموجود اسفل الفيديو، غادي تكليكي على هذا جون هذا الايقونه الصفراء، غادي يطلع معك هذا الطابلو، فيمكن لك تسجل بسهوله وفي ثواني بالضغط على هذا الخيار هذا سيجن ان وات جوجل، هذا تسجل بحساب ديالك في جوجل، او دير هنا الاسم ديالك، هنا الاسم ديالك، وهنا الكنيه ديالك اليوزر نيم، وهنا الايميل، وتعاود تكتبوا هنا الايميل، خصو يكون الايميل صحيح باش غادي يصيفطوا لك واحد الكود باش تفعل الحساب ديالك. وهنا تخلي الاعدادات كما راها، وهنا تكوشي، هنا تكوشي على هذه ضروريه باش يقبلوا لك الحساب. هنا دير كلمه السر، وهنا كلمه السر، وهنا كتجي مثلا هنا ضروري خصك دير شي كلمه السر يكون يعني الحروف كبيره، واحد الحرف يكون كبير، فمثلا ال كاين ال صغيره، مثلا ام صغيره، ام كبيره، دير شي حرف كبير وكتب الكود. هنا كذلك تقوم باعاده كتابه الكود هنا، وهنا تكتب هذا الكود كاباتش هذا اللي كيبان لك هنا، تكتبه هنايا وتوضع له هذا السيجناب، وغادي تسجل معك الحساب وتفعله بالجيميل بهذه الطريقه البسيطه وسهله، وتبدي الربح. يعني غادي تجيب روابط مثلا من فيسبوك من، فحاولوا انكم شوفوا من تبغوا تربحوا من الانترنت حاولوا ديما تستهدفوا الفيسبوك واليوتيوب، وكنصحكم باليوتيوب لان اليوتيوب فيه كل شيء. يعني كيجي اغلبيه المستخدمين كيدخلوا اليوتيوب وكيبحثوا وكيقلبوا، كاين الملايين والملايين والملايين بل الملايير ديال الناس اللي كيبحثوا على المواضيع، كيبحثوا على بزاف ديال السوا. ضروري كتلقى واحد الفئه كتقلب على داكشي اللي انت نشرته، ضروري. واخا تلقى غير في النهار يجوك غير جوج ثلاثه راه عندك الربح، ولكن خصك تكون عندك استمراريه ومواصله دائما. نشر روابط، وشنو فيها الا خسرت؟ الا مثلا تقدر تنشر، شوف الا كنت غادي تطول، ننصحك الا كنت غادي تطول نشر غير رابط واحد في اليوم غادي تكون مليح، ولكن استمر. ماشي عكس بعض الناس كيجيو كيبدي في النهار ويبقى ينشر 30 رابط ولا 40 رابط في النهار، ويبقى يدير فيديوهات وكذا وكذا وكذا، وفي التالي كيوقف. لا، هو مزيان الا كملت، ولكن الا وقفت حاول تمشى على حسب الرغبه ديالك وعلى حسب الكوراج ديالك. يعني شويه شويه، ما تكلفش على راسك وما تديرش عاوتاني
عاوتاني ترخي راسك، يعني شويه شويه حاول تعتدل في العمل. فاخوان باش نقول لكم واحد النقطه، هي ان الربح من الانترنت فما خصكمش تعتمدوا غير على موقع واحد. الا بغيت مثلا تحقق واحد المبلغ من الانترنت يكون محترم، مبالغ يعني تجيك شهريا، فهذه الفكره ديما كنقولها، راه ما خصكش تستعن فقط بهذا الموقع ديال اختصار الروابط، خصك تستعن كذلك كاين اللي عنده قناه ديال اليوتيوب، كاين اللي عنده موقع الكتروني، كاين اللي كي عنده فخامات وداك فايفر كيدير خدمات، كاين اللي كيدير التسويق، كاين اللي كيدير كل واحد وشنو كيدير، كاين بزاف، كاين اللي عنده مواقع اخرى للربح من الانترنت، كاين بزاف ديال المواقع. خصكم غير تبحثوا على المواقع، ماشي غير تجيو تبدي تربح. ملي تقلب على شي موقع حاول انك تبقى تبحث عليه وتبحث عليه وتبحث عليه وتبحث عليه وتشوف الناس اللي كيخدموا به واش فعلا صحيح ولا ماشي، تشوف الاقدميه ديال هذا الموقع وتقلب هل الموقع صادق، هل الموقع نصاب، ودير واحد البحث باش تشوف الموقع واش صادق ولا ماشي صادق، هكا باش انكم تستطيعوا تحققوا مبالغ شهريه مهمه. فما خصكش تعتمد، هو فعلا تقدر تربح ولكن باش تضيع الوقت، الا كان باغي تضيع الوقت ديالك غير هكاك راه ما يمكنش. خصك ديما الا كان الا كنت مهتم بالربح من الانترنت، اللي كاين بعض الناس اللي كيخصصوا الحياه ديالهم كامله غير الربح من الانترنت، الا بغيت تخصص الحياه ديالك كامله غير الربح من الانترنت فضروري خصك تستعين بعده مواقع، يكون عندك واحد الدفتر، اي موقع تدخل له دير الكود، دير الايميل وتسجله باش ما يتلفولكش المعلومات، وتبدا كل مثلا تخدم في هذا الموقع 10 دقائق 5 دقائق وتجي عاوتاني الموقع الاخر 5 دقائق 10 دقائق، وتبقى ديما خدام خدام، وتصبر واحد العام وغادي تشوف النتائج. تقدر تمشي تريح في داركم تفرج ما على بالك، تاكل تشرب مرتاح وما تخدمش، وتشوف الارباح راه كتزايد تطلع بوحدها تولي هي خدامه عليك هكا، ولكن ما خصكش دائما الخدمه، هو العام الاول ديال الكوراج، ولكن من بعد بقى تاخذ شويه راحه، تخدم شويه راحه باش ما تقنش الخدمه من الانترنت، اكثريه كتعصب كتنيرفي بنادم، يعني حاول انك تمشي بتنظيم. اذا باش ما نطولش عليكم بزاف، تشوفوا الفيديو وصل 12 دقيقه، ان شاء الله غادي نشرح هذا الموقع. دابا انا وريت لكم غير طريقه الربح من اختصار الروابط، لان الموقع اللي جينا نشرحوه فيه بزاف كيفاش تربح من الانترنت، من الانترنت بطبيعه الحال بهذا الموقع. فغادي نحاول ان شاء الله في درس اخر غادي نطرق لكم كيفاش تربح من هذا الموقع افلاي بشكل يعني اخر. فالاخوان انا باش تعرفوا انا شخصيا والله كان والله نحلفكم باللي راه كنربح غير من اختصار الروابط والاحالات، من اختصار الروابط الاحالات. هذه نسيتها، بدل الاحالات، فالاحالات هاي كتكليكي عليها هنايا، وهي غادي انا كنت باغي نشرحها في درس اخر وكنشرحها لكم دابا. الاحالات يعني اي واحد عطيتو هذا الرابط وتسجل منه كذلك هو كذلك انت تقدر تربح عن طريقه، يعني اي واحد تسجل من هذا الرابط، هذا الى عطيت لشي واحد هذا الرابط عطيتو له وتسجل هو في هذا الرابط، فماشي مشكل انك غادي تربح على الارباح ديالو 20%، يعني على حسب المشاهدات 20% تربح. فيعني هذه هي طريقه، كاين طرق اخرى كما كتشوفوها هما يعني الناس اللي تقريبا دايرين الروابط هما. فهي باش نوريكم الارباح، مجموع ديال الارباح باش نعطيكم فكره، انا الارباح ديالي من مجموع المشاهدات، يعني مجموع المشاهدات 700، هاي 700 دولار 709 دولار، يعني من هاد الارباح من مجموع المشاهدات للروابط الخاصه ديالي انا شخصيا. والارباح الاخرى فهي ديال الاحالات، يعني الناس اللي تسجلوا عن طريقي. فالاخوان ما فيها باس نعاونوا بعضياتنا وانتم تسجلوا وحنا نسجلوا وهكا، فعندما غادي تخسر والو الا تسجلت عن طريق شي واحد، لان كاين دابا شي فئه كيقول لك لا ما خصكش تسجل، يعني شنو غادي تخسر يا اخي؟ شنو غادي دير؟ غير حسنات دير، غير اجر دير، يعني ما خصكش تكون بخيل، يعني خصك تكون، يعني انا ما عرفتش بزاف ديال الناس اللي كنشوفهم كيقول لك لا كذا هذه، يعني ماشي مشكل، لان حنا كنتعذبوا باش ندير لكم دروس، كان يعني كنفرغوا الوقت ديالنا باش نحاولوا نشرحوا لكم بزاف ديال الامور باش انكم تفهموا، باش انكم يعني نعطيوكم كيفاش تربح من الانترنت بالشكل الصحيح والصادق. ففي من نجي ونعطيك مواقع اخرى، فهمت كيفاش؟ نعطيك مواقع اخرى
للربح، وهاد المواقع غادي تكون نصابة، ولكن هذاك الشيء ماشي من الخدمة ديالنا. إذا دخلتوا القناة ديالي غادي تشوفوا جميع المواقع اللي كنديرها من الربح من الإنترنت هي صادقة. ما عمر شي واحد تفرج في الفيديو ديالي وجا وقال لي داك الموقع اللي تسجلت فيه راه بلعوه، ولا مثلا راه نصاب. نو، ما كنعطي واحد الحاجة حتى كتكون مضمونة 100%. ما يعني كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم قنوات ديال اليوتيوب كبار، وكيشرحوا شي كنشوفهم كيشرحوا شي مواقع، وديك المواقع يعني فعلا انا كنشوفها شخصيا غادي تضرب واحد العام ولا عامين وتبلع. يعني غير كيغريو الناس، وكيغريو هذاك مول القناة، كيغريو باش انه بدا هو يربح. يعني شحال ما جاب لهم ديال الناس تسجلوا، غادي فغادي غادي تمشي انت ضحية، والناس اللي معك ضحية، وهكا كتسمى راك غير كتنصب على الناس بهذه الطريقة. فلا، حاول انك دير واحد الحاجة تكون عندك فيها النية صافية، وتوريها الناس، وتوكل على الله وما تخافش. فالإخوان، شكرا، وإلى اللقاء في درس آخر. 1 2 3 4 5 6 7 8